ضمن المشروع رايحين هلأ زي ما قلت لكم راح نشوف الستوديو إكسبيرينس. ستوديو إكسبيرينس هو عاملينه مثل ما نقول متحف، بتكلم عن الفاوندر للشوبة، بتكلم عن الكواليتي الفينيشنج العالي المستخدم في مشاريع شوبة. طبعا معانا رالف. هاي رالف، مرحبا محمد، كيفك حبيب، شو اخبارك؟ انا فيك بشوبة الاكسبيرينس ستوديو. ثانك يو سو ماتش. رح نحكي بشكل مختصر عن الماتيريالز اللي بنستعملها خلال داخل الحيطان، داخل المبنى، داخل الغرف بشكل تفصيلي، وليش الشوبة بتتمتع بهذه الكواليتي العالية. رالف، حتكلمنا باختصار عن الكواليتي والفينيشنج العالي، لأنه في بعض الناس بتكلموا أنه ليش سعر مشاريع شوبة أغلى من المشاريع المحيطة فيها. صح، فهلأ هنفسر بشكل مختصر. مثلا هون بنفوت على الستركتشر تبع المبنى، نستعمل بشوبة فاير بروف شيت ووتر ريزيستنس للحرائق، للمي، ضد كل شيء. الفاونديشن تبع المبنى بتكون كتير قوية مع الأساسات. بنفرج كمان بهذه المال تبع البارتنرز للكلادينج، بنستعمل جرانايت. كمان هذا المميز فيه انه هو بعيد عن الاندور وول، تقريبا سماكه 55 مليمتر كرمال الحراره بالصيفيه. ندخل على داخل المبنى، هذه الطبقات اللي بنستعملها بشوبه، عاده بيكون في طبقه 2 3 4 بدبي، نحن زدنا ثلاث طبقات اللي هي وحده للووتر بروف للمي ما بيصير في اي نش، وحده للصوت للساوند بروف، والكونكريت هو اضافه. هدول مش منه ريكوايرد من الحكومة دبي، نحن بنزيدهم كشوبة. ندخل على منطقة الحمام بالشاور اريا، في عنا هيدي الفلورينج اللي استعملها ضد الانزلاء مثل ما نشوف، حتى في عنا هول التايلز انكلايد هن للمي لتدخل لحالها على الدرين. السمارت سيستم بكل الشقق موجود، والاي سي بيكون فري اوف تشارج بكل المشاريع. عنا الكاميرا من برا للفيزيتورز. اوكي، بنفرج هون هيك لمحة بالتفصيل عن الكواليتي العالي المستخدم في الحمامات. الله يسكن. عنا اللايتنج سيستم هون كمان. الشوبة كل الشقق بيجوا المطبخ فولي فيتد كيتشن، وكلهم هاي براند اللي هي سيمنز بنستعملها عادة. عنا الديش ووشر، الفريزر، وكله بيلت ان. كله بيلت ان اكيد، من ضمن البرايس تبع الشقة. عندنا الغاز، الاوفن، حتى بالغرف النوم كل الوردروبس بيكونوا فولي فيتد. مع كل غرفه في الخزاين تبعها. ندخل على المين دور تبع الابارتمنت، بنشوف الف هو وولنت وود، هيدا 55 مليمتر، فاير بروف اب تو 1 اور. هيدا الدور هاندل من ايطالي، كله هاي كواليتي براند. اوكي، بنروح على منطقه البالكوني، بتشوفوا كل هالطبقات، كل طبقه في لها للغبره، للصوت، للدرين. الازاز تبع البالكوني معمول من دبل جليز دور بيكون. اخر نقطه بنروح على البالكوني اللي هي كثير اساسيه بدبي، نحن بنستعمل البالكوني غير انه هو دبل جليز، عندنا الطبقه اللي هي البلاك رابر شيت، هيدي بس يتسكر البالكوني ما بيفوت اي غبره على داخل الليفينج روم او اي اصوات من برا بتنسمع على جوا. اوكي، جريت. هيك بتكون انتهت تغطيتي لمشروع كريك فيستا جراندي. Thank you so much رالف على الاهتمام بأنك دعيتني أني أجي على شوبة، وشكرا كتير على كل شيء قدمت لي إياه، وإن شاء الله حيكون في بناتنا إن شاء الله شغل مرتب. شكرا محمد، أنا والله تشرفت فيك، يعني من أحسن الأشخاص، المستشار العقاري بكل ما الكلمة بمعنى. حبيبي الله يسعدك. طبيعة الزبون غير الشيء الأساسي والشيء اللي هو مقتنع فيه. Thank you so much. شكرا. المهتم بهذا المشروع يتواصل معي، وإن شاء الله بخدمه في عيوني. نراكم بتغطيات قادمة. سلام. شكرا.